السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر اللوبيا. كيف ما كتعرفوا اللوبيا هذه القطنيه كتجي بصراحه زوينه 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 بزاف. المهم ندوزو نتعرفوا على المقادير. المهم هنايا البنات عندي اللحم، هنايا اللحم على حسب كل واحد وشحال الاشخاص ديالو. هنا عندي البنات اللوبيا. انا اللوبيا البنات شنو كندير ليها؟ كنجيبها كنرقدها ليله كامله. هيا كيفاش كتكون؟ كنرقدها ليله كامله وفي الصباح كنشدها كنصفيها وكنديرها هكا في ميكات ديال سميتو وكنديرها في الثلاجه. كتجيني بصراحه كطيب دغيا البنات الا درتو لها الطريقه هذه. هنايا عندي واحد البصله مشلضه وعندي جريوز ديال الثومه. هنا عندي مطيشه محكوكه وزدت واحد شويه ديال المطيشه هكا ديال الحك. عندي هنايا واحد نص ديال الكنور ديال السمن، وهنا عندي ديال الزعفران. هنايا عندي العطريه البنات، الخرقوم، شويه التحميره، شويه البزار، شويه الكركم وسميتو. هنا عندي هي شويه الربيع وعندي هنايا الزيت. المهم ندوزو الطريقه. انا غادي ندير هنايا كلشي. غادي ندير مطيشه، غادي ندير هنايا الزيت، هنا غادي ندير العطريه كامله، هنا غادي ندير هاد الكنور، هنا غادي ندير شويه ديال البنات. ها هي بعد ما كتشحر ليا كندير كلشي مع بعض. البنات راني نسيت الملح، يلا درتها دابا ما ذكرتهاش قبيله مع المكونات. ديفو انتوما ضروري من الملح، انا كنساها. عندي مشكل مع الملح، هي بصراحه راه مزيانه يعني ديري الحاجه هكا ناقصه شويه الملح، ولا ديري هكا مالحه بزاف كتجي عاوتاني مالحه بزاف خايبه عاوتاني. المهم البنات نخلي هادشي حتى يتشحر ليا مزيان، عاد غادي ندير واحد شويه الماء. بالنسبه للبنات الا كان عندهم اللحم قاصح حاولوا تسدوا عليها واحد شويه، ديروا الماء وتسدوا عليها واحد شويه حتى يطيب. حيت انا عندي هنايا اللوبيا عندي دغيا كطيب، حيت ملي كنكون مرقداها كطيب ليا في 15 دقيقه كطيب ليا البنات، ما كتشتش ليا الوقت. مي دابا انا هنايا غادي نخليها تشحر ليا مزيان، غندير ليها واحد شويه الماء ونسد عليها، عاد غادي ندير اللوبيا ان شاء الله. البنات هيا دابا بعد ما تشحرات ليا درت الماء سخون، غادي نضيف واحد شويه الماء وغادي نسد عليها حتى يطيب ليا واحد شويه اللحم، عاد غادي نزيد اللوبيا. البنات انا دابا بعد ما سديت اللحم واحد شويه حتى طاب ليا، دابا غادي ندير اللوبيا وغادي نسد عليها حتى طيب ليا هكا حتى طيب ليا ونتلاقاو. البنات ها هي اللوبيا بعد ما طابت ليا، شفتوها كيفاش كتجي؟ كتجي على هاد الطريقه هادي، كتجي زوينه وكتجي خاطره البنات بزاف، غير جربوها وردوا عليا. والبنات نخليكم دابا والى الفيديو القادم. البنات واللي باقي ما شاركش في الفيديو، باقي ما شاركش معايا في القناه، يشارك معايا ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد. ونتمنى هذا الفيديو تشاركوا مع احبابكم وصحابكم، والى الفيديو القادم البنات.